من القاهرة الدكتور أيمن الرقب أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس عبر الهاتف. سيد الفاضل، ما هو المبتغى الإسرائيلي من تكرار مثل هذه الحالات من الاقتحامات؟ بداية تحية الأخ تامر ولكل السادة المشاهدين ولكل العاملين في قناتكم الموقر. يعني كما هو معروف أن اليوم بدأ أول أيام عيد الأنوار لدى اليهود، وهو يستمر لمدة بالعادة 7 أيام، ولكن هذه المرة 8 أيام، لأنه يصادف اليوم الأخير هو يوم السبت وهو يوم عيد طبيعي جدا. في هذه طبعا الأعياد بالعادة يتم اقتحامات متواصلة لباحات المسجد الأقصى وبالعادة للحرم الإبراهيمي في الخليل ولقبر يوسف في نابلس، وتبدأ هنا الأزمة الكبيرة من هؤلاء المتطرفين. هناك متغير مهم جدا هذه المرة، أن هناك نشوة انتصار لهؤلاء اليمين المتطرف في الانتخابات، ويروا أن هذه فرصة لم تكن موجودة بالسابق، وبالتالي حجم الاقتحامات ستزيد بشكل كبير جدا. متوقع قبل نهاية عيد الأنوار أن يكون حجم الاقتحامات وصل عدد كبير جدا. في تقييمك، ما هو أقصى طموح هذه الجماعات من سلسلة هذه الاقتحامات؟ المشكلة أنه أخي حيتامر أن هناك مخطط يتحدثون عنه بشكل واضح، ومناء جبل الهيكل وهي منظمة صهيونية يهودية. طبعا أتمار بن غفير هو الآن قد يكون وزير الأمن القومي القادم في حكومة نتنياهو، يقود هو ويهود أجلك هذا التنظيم، وهؤلاء يخططون لإقامة كنس ولهم هيكل بجانب طبعا المسجد الأقصى وبسباحات المسجد الأقصى بشكل أساسي، وهذا مخطط يتم التأكيد عليه. يعني اليوم نرى ما يسمى السجود الملحمي يتم على بوابات المسجد الأقصى، هذه رسائل بالنسبة لهم أنه اقترب موعد بناء هيكلهم نزعوا، بالتالي هنا الأمر الذي سيحدث خطورة. ويمكن متابعتنا خلال الأيام الماضية كان بيان حتى من وزارة الخارجية المصرية يعني استشرافا للخطر القادم وتحذيرا من مغبة هذه التطرف داخل دولة الاحتلال، أن هذا سيهدد الأمن ليس في فلسطين، سيهدد الأمن في العالم وفي المنطقة بشكل كامل، وبالتالي لابد أن يكون هناك لجمة لهؤلاء المتطرفين، لأن الأمر لم يقف فقط على صلوات كما جرت العادة. هناك مخطط أقل تقدير الذين يتمكنوا من هدم بناء المسجد الأقصى أو المسجد الشرقي، فسيكون هناك بناء هيكل لهم وكنس داخل باحات المسجد الأقصى. هناك الآن الإصرار على التقسيم الزماني والمكان، وهو الأخطر بصراحة. نحن لن نريد أن يتكرر ما حدث في الحرم الإبراهيمي في المسجد الأقصى، فالخصوصية تختلف، وفي هذا الأمر سيكون إحراج كبير جدا، وأقل تقدير سيحرج ليست فقط المملكة الأردنية الهاشمية المشرفة على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، ستحرج دول كثيرة في المنطقة وفي العالم بشكل كامل. نعم، شكرا لك أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إذ كنت معنا من القاهرة، وأنت الدكتور أيمن الرقب.